طبعا هنروح على كرة الماء. يمكن انتوا عارفين كرة الماء كان معانا من حلقتين أبطال 2005 وكانوا فايزين أيضا ببطولة الجمهورية. الحقيقة القطاع ده عامل طفرة كبيرة جدا، وعن يمكن مواليد 2003 فازوا ببطولة الجمهورية أيضا بعد ما فازوا على هليوبلس نتيجة 10-6. يبقى كده عندنا 2005 فازوا، 2003 كمان فازوا. وطبعا زي ما قلت لكم إن كرة الماء كنا بعدنا فترة طويلة، السنتين ثلاثة اللي فاتوا بدأنا نرجع ناخد بطولات ناشئين وكبار. والحقيقة احنا رحنا صورنا تقرير مع الفرقة، خلينا نشوف التقرير ونطلع لفاصل، عشان بعد الفاصل استقبل ضيوفي طبعا نجوم مصر الكابتن صابر حسين نجم مصر لكرة اليد، وكابتن يحيى يوسف ايضا نجم مصر والنادي الاهلي في كرة اليد. بعد التقرير والفاصل ارجع لحضراتكم تاني. الناس دي الطلبات المجابة. الحمد لله ده تاني أسبوع كسبنا. الأسبوع اللي فات 2005 خدت أول دوري والحمد لله، الأسبوع ده خدنا 2003. إن شاء الله بنلعب السنة دي على الدرع العام، إن شاء الله الدرجة الأولى تكسب، ولسه عندنا 2001 ولسه عندنا 2004، إن شاء الله هنكسب. زي ما حضرتك عارف أقول تاني إن إحنا بنلعب على المركز الأول وبس، ما ينفعش نبقى تاني. ان شاء الله السنه دي احنا حاطين امل كبير، ان شاء الله ناخد الدرع العام. الحمد لله طبعا، يعني دي البطوله الثالثه على التوالي ان المرحله دي تكسبها بدون هزيمه او تعادل، فده طبعا يعني الحمد لله بمجهود الكابتن طبعا وليد وصفي مدير قطاع الناشئين، وفي كابتن وادي عزت المدرب العام. الحمد لله المرحله دي احنا مركزين عليها بقى لنا 3 سنين عشان نقدر ان احنا طبعا عايز اقول لك ما كانش في دماغنا خالص ناخد ال3 سنين ورا بعض، بس الحمد لله من اول سنه الولاد طمنونا جدا وشغلنا معاهم كان الحمد لله كويس جدا. كملنا معاهم، خدنا البطوله الاولانيه، خدنا البطوله الثانيه، والحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا مؤخرا بالبطوله الثالثه على التوالي بدون هزيمه او تعادل. احسن حاجه ان احنا بقالنا موسمين مش موسم واحد كمان، احنا متعادلناش ولا ماتش، كسبنا كل الماتشات موسمين ورا بعض، والحمد لله بقى لنا 3 سنين بناخد اهو. بقى لنا اكتر من شهرين بنتمرن صبح بالليل بمجهودات المدربين بتوعنا كابتن عيد وصفي وكابتن عيد عزت، والحمد لله كان التمرين على اعلى مستوى، والحمد لله ربنا وفقنا وخدنا البطوله بالمجهودات بتاعت الفرقه كلها. الحمد لله كان تعب الفرقه كلها وتحت اشراف الكباتن طبعا، فالحمد لله ربنا وفقنا اللي احنا كسبنا كل الماتشات من غير ولا هزيمه، وده حاجه تشرفني طبعا. يعني كل واحد عمل اللي عليه من الفرقه، الجهاز الفني كله تعب، كل واحد احنا كلنا اتمرنا، فاحنا يعني ربنا ادانا على قد تعبنا، ويعني كل تمرين صبح وليل وتعبنا جامد يعني، وطبعا الجهاز الفني طبعا تعب معانا، كل الناس تعب معانا، كان تعبنا احنا وتعب مدربين وتعب ايام كتير، وكنا بنأجل حاجات شخاطة التدريب ان احنا في الاخر نوصل للمكانة الكبيرة دي او للمركز الاول ده اللي احنا كنا اصلا بنحلم بيه طول الموسم، تدريبات ومكسب ماتشات وتعب مدربين وتعب لعيبة وتعب ايام صبح وليل ان احنا نوصل للمكانة دي. الحمد لله ان ربنا اكرمنا في الاخر وصلنا للمركز الاول، وهو ده اللي احنا كنا بنتمناه. ماتش البطولة كلها الحمد لله مشيت معانا كويس، كنا متمرنين على مستوى مع كابتن وليد عزت وكابتن وليد وصي، كانوا مرنا كويس وما كانش عندنا اي مشكله غير في السيمي فاينل، حتى ما جالناش المشكله اللي هي ضايقتنا، الحمد لله عدينا كل البطوله. الحمد لله انا مبسوط وكلنا مبسوطين، والحمد لله كل ده بفضل وخير على ربنا، وده كل ده بمجهود الفرق. مبسوط الحمد لله ان احنا كسبنا ثالث بطوله وتاني بطوله من غير خساره، الحمد لله. يعني احنا اتمرنا كتير ومدربين تعبوا معانا والفرقه كلها تعبت، والهداف دي انا مش واخدها بمجهود انا بس، الفرقه كلها ساعدتني ان انا اكسب الجائزه دي، والفرقه كلها اتمرنا كويس وكلها كنا رجاله، والحمد لله حققنا التارجت بتاعنا. يعني شفت لعيبه ما بتهزرش، شفت لعيبه بتضحي عشان تاخد اول، وعارفه عايز تعمل ايه من اول المدرب لغايه الجون لغايه بتاع الاوضه، يعني كله بصراحه يعني كان حاطط امل فينا، واحنا الحمد لله تعبنا وربنا كرمنا وادانا قد ما تعبنا بصراحه.